صار بقبر روح البتولة يوم تلاقى جسمه بالهامة الخضيبة بالحديث بشكوة الراس الأذية تبني فاصل شنجر بصفرة غريبة صح الجسد هذا الأمر يصعب عليا شبيلي أبقى على الثرى كيف سليمة شبيلي أبقى على الثرى كيف سليمة صوري بسنة محضر عصيبة لك يا شيعي حاضر بهاي المصيبة اشرح لك ان صار بروح البتولة يوم تلاقى جسم بالهامة الخضيبة للحديث بشكوة راس الأبية تمي فاصل شنجر غريبة صح الجسد هذا الأمر يصعب عليا شبيلي أبقى على الترجيح سليمة شبيلي أبقى على الترجيح سليمة أنا هي شمر على الصدق في تربى وعينك تشوف تم يحزن سيف الحريم لا دهي راس بأس كنك ما تدري عن حالتي كيف فاجعك وحجة يا صبري كل هالبلا ما فارق بخيالي بالخضر بس فوقتي باري أمري وبناي حذار الجسد شو يا راسة أنا الأعادي هش مطوعي وصدري نعلى شميري على صدرك سيجنوا بعد ما رحمني
برودا جوب بلحمي يا جسدها عمرك فجعني والشمر سيف جرحني قاسي قلبه وما رحمني برودا وذبحني حفر وداجي وذبحني نعش ظلم ضربي وحالي يصعب وشالوني برمحي ودمومي كلها اشوف العين مسكية وتلحق عليل بقيقة وكل أنا زينب نعش ضرب ضربتي حالي صعب وشالوني برمحي بأمومي بالهاد أشوف العين فيا وتنحب وعليل بقيقة وكل تجمع نصرخي لبركوعك لرمحك وانا فوقي الغبر ساجد تروح بعينك ما يبقى واحد ليا بكربلاء وحيد الشاهد تجمع نصرخي لبركوعك لرمحك وانا فوقي الغبر ساجد ولا عندي أهل لا صوح بلا إخوة تركتوني وعبتوني جسد عاري جمع نصرخ بالدموع على رمحك وانا فوقي غبر ساجد تروح بعينتي ما يبقى واحد الي بكرب لو عينك تشاهد وتجمع نصرخ بالدموع على رمحك وانا فوقي غبر ساجد جاوب الراس بألم والدمع والعندم ليك تشوف الهيام بالله بروس في الحرم جاوب الراس بألم والدمع من عندم ليك
تكي تشوف الغياح من الابا وسمي الحرف عيني بارد الحرم ويا ليتام رحم جيدة من الكفة إلى الشام عيني بارد الحرم ويا ليتام رحم جيدة من الكفة إلى الشام جراح الجسد من سمع من الخبر عن ثنايا الكسرة زالت هموم النحر زادت جراح الجسد من سمع من الخبر عن ثنايا الكسرة زالت هموم النحر هذا يا شيعي حديث الدمع والنوح هذا جرح اللي سقط الحسرة كل روح هذا يا شيعي حديث الدمع والنوح بالحسرة كل روح.